ضغط رؤوس جمال الدين سديدي هو يكون من بين يعني الأسباب المباشرة يعني في حتى في علاقاتنا وحتى في همومنا. الستريس بنادم شنو تابع ما عرف شنو تابع نسينا يعني حتى الناس اللي قراب لينا ممكن امك ما تعيطش لي على واحد جوج سيمانات ولا ثلاثه سيمانات، ممكن عجوزتك ما تعيطش عليها كاع، ممكن ولادك ما تشوفش فيهم تقريبا يعني للحظاتهم محتاجين من وراء قريتهم، وحنا تابعين شي حوايج ما عندها حتى شي معنى. واش عندها معنى؟ دابا الواحد على اللاجئين الا بقى تيقول بان انا كنخوي كنجري، وحنا دابا لقيت الوقت انا كنقيم نجري وسوليه قول علاه انت تجري نهار تقبطو قولوا لي علاش كتجري، علاش كتجري، على مين راه ما كاينش حتى حاجه، علاش الجهد هذا كامل؟ ولكن في الغالب تيكون التعصب شنو السبب ديالو؟ نعطي مجموعه ديال النقطات تيمكن الانسان يكون تقاص في شي حاجه، مثلا تهدد في البقاء ديالو، حيت من اهم الدوافع او الحاجه ديال الانسان هي البقاء. هذه الدرجة الأولى. والدرجة الثانية في نظرك شنو هي لالا جهان؟ نعم هي الحب، والحب بثلاثة ديال الاتجاهات. نحب راسي، احنا ما تنهضروش على هادو راه بلا نقاش نبداو نعاودوها كل مرة، راه حب الله هو رقم واحد، وحب الله تتجلى في الاتصاف بصفاته. نعم وحب النبي عليه الصلاة والسلام أن تخلق بأخلاقه. دابا خصني نحب راسي وكتجلى في أنني كلام طيب اتجاهي، انا كنقدر ذاتي، كنوعب ذاتي، وانا مهم تبارك الله عليا ان شاء الله عليا، وتنتهلا في المظهر ديالي وفرحان وتندير الوريضات وفي البساطه كتكون الفرحه. كذلك كنحب الاخر، نعم، وكنبغي اللي يحبني. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، نعم، هو الانسان تيبغي اللي يقدره وكذلك يقدر الاخر حتى هو. هذا التقدير مهم جدا ان يقدر. هادو مجموعه ديال الحاجات، كرامته يعني كرامته في التقدير الاخر ليه. كانه كيصور ليه الكرامه، وكذلك يحس بالانتماء لواحد الاسره، لواحد الحومه، لواحد المجموعه في العمل، الوطن، نعم، الامه، نعم. حتى هذه من بين الحوايج الى تقاس ليه او ما عندوش، ما كينتمي حتى شي حد، ما غير غادي ما عندوش هدف، صعيب انه كيتقلق تيتوتر. كذلك الاستقلاليه، مثلا تيكون شي انسان حتى الاطفال ديالنا، نعم، الاطفال ديالنا ملي تبقى الضغط عليه ما تعطيهش الحريه، حريه الاختيار، الحريه يقول لي انا عجبتني هذه، لا ما عندكش الحق، ها شنو هذا؟ بالحوايج اللي كتجعل الانسان يتوتر ويتقلق، نعم، ويتعصب. نعم. والحاجه اللي مهمه ودي هي بيت القصيد وهي اللي كتهمنا، هو الانجاز. الانسان ملي كيدير شي انجاز نجاح، النجاح يشعر بالرضا، يحس براسو بلي مزيان دار شي حاجه. لكن واش كديري شي حاجه؟ واش انا تندير شي حاجه؟ اكيد بالالاف، لكن علاش ما كتبانش؟ قلنا دابا حنا كنذكروا الذكرى تنفع المؤمنين، هو تحتفل بالانجاز مهما كان صغيرا باش يوقعوا عندك تراكمات. مثلا تنقولها راهي ملي لفقتي بكري هذاك انجاز، ايوا احتفل اسيدي وعنق راسك ودير شي برادتي وفرح بمقدورك انك تبتسم، انجاز. واحد اخر ما قادرش يبتسم، نعم، انك تمد المساعده للاخر، العطاء من القلب، هذا انجاز. ما تخليش يدوز مره الكره، شي شهيوه، ضحكه، شطه، دير شي حاجه زوينه. هذو مجموعه الحوايج اللي ما يخليكش توتر. لكن بعض المرات الكلام مع نفسي، انا عصبي، ما تصورش على علاش انا ما كاينش معايا مين، طلع لي الدم، اش كدير؟ كتزيد جافيل في العقل اللاواعي ديالك، كتقول لي انت عصبي. الما القاطع. من القاطع، وكل اللي كتهضري معاه تقول لك ما يمكنش واش انا الخاطري. الا قلتي انا ماشي الخاطري، النبي عليه الصلاه والسلام ملي تيقول شي كلام راه ليست لنا الخياره وراه بالمقدور ديالنا، ملي تيقول لك لا تغضب لا تغضب لا تغضب، تيبقى لنا دابا الحلول. ملي نغضب شنو ندير؟ اولا دائما تلازمك ذكر الله وتلددها واستغفار، استغفار، ولكن انت كتعرفش كدير، كنحس بها الاعماق. استغفر الله العظيم، كنآمن بديك أكيد، وكنحس بها إيمان بها. نعم، اللهم صل على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. تلازمك كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، حيت الماء يطفي، نعم، يعني هذاك راه جمرة من الشيطان. نعم، غيري المكان، كنتي جالسة وقفي، تمشي، بجلس، بحال تقول حنا بجلس ساعة بساعة أخرى، راه خصك تتحرك. هادو من بين الحوايجات اللي زوينين. كذلك كاين واحد التدريب خصوصا بالنسبة للنساء، ملي تبغي تنعس هذيك الحاجه اللي عصبتها او خلقت لها مشكله، دير العكس ديالها، هي كيفاش تصرفات، كيفاش كان خصني نتصرف،
يعني تعاود لا سيتوياسيون كيما هي الوضع كيما كان ولكن تعاودوا بشكل ايجابي ايجابي يعني بشكل مغاير لكيما تصرفات بالضبط يعني بمعنى تركز على الحل علاش كتركزي على المشكله احنا قلنا ملي كنركزوا على شيء امر يتسع وينتشر من نفس النوع اذا انا ملي كنركز المشكله كتولي مشاكل اذا مجموعه ديال الحوايج كنغرق فيها كنغرق خصوصا دابا تنهضر على المراه بالمناسبه شي كنت غادي ننسى ملي تنهضر على المراه راه نهار الحد ان شاء الله غندير واحد المحاضره في نادي المدرس في نادي المدرس بالرباط راه قهوه كبيره فيها قاعات فيها مشروبات فيها زوينه مجانا حدا باب شاله حدا الطاكسيات كيدوز من حداها الترام قوموا في الموعد مع ثلاثه المراه والتنميه المستدامه المراه والتنميه المستدامه يعني انت عظيمه اجي اكتشفي بانك عظيمه نعم وجيبوا المشاكل تنمية فرصه المستدامه النفسيه نفسيه اللي كنتي انت كيفاش تصرفي نعم تنمي راسك تنمي راسك نعم ونستافدوا منك الاجيال القادمه تستافد منك نعم وعلاش غيستافدوا منك بمعنى خليتي البصمه نعم ويجيبوا المشاكل ديالهم فرصه ان شاء الله فرصه باذن الله ان شاء الله تفتح قلبها لك استاذ جمال الدين سيدي واش في الخديه ندوه كتفتح يعني نفتح انا تنقول لكم دابا نعم سواء داخل الموضوع او خارج الموضوع كتاخذ كل انا تنقول لكم من القلب مشاركات نهار الحد مع ثلاثه في نادي المدرس حدا باب شلا حدا الطاكسيات كيدوز من حداها الترام قريبه للجرده كتسمى جرده حسان كانت خايله الرباط كله غادي يخوى وغتلقى عباد الله حدا ماشي لهاد الدرجه ماشي لهاد الدرجه بحال دابا كركب الطاكسي بعض المرات هي كان غير تيقول لي واش انت الصوت 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 تبارك الله عليك استاذ جمال الدين سديدي ناخذ ام ياسر من هواره صباح الخير اهلا وسهلا بك لاله مرحبا السلام عليكم اش اخبارك لاله صحيحتك لاباس الحمد لله بارك الله فيك كل شيء مزيان هذا اللي تحت لي الفرصه انا اللي نهضر معاكم الله يكبر بيك لاله الله يكبر بيك الله يكبر بيك الصوت ديالكم راه الله اللي عالم انا راه كنرتاحوا ليه الحمد لله وكنستمتعوا به الحمد لله الله يكبر بيك ام ياسر تفضلي الاستاذ ها هو معاك شنو هو الاستاذ تحيه كبيره ليه وشكرا بزاف على المجهودات اللي كيدير معنا والله يجازيه بخير مرحبا ام ياسر عندي الولد عمره 15 سنه من الاول ديالو من الصغر ديالو عصبي فيه قوة الحركة ودايز كيكبر هكاك وكنتعاملوا معاه معاملة زوينة وكنحاولوا نتنطوا الأساتذة ونحاولوا نطبقوا كاع اللي سمعنا لكن ملي وصل لهذا العمر بقى على هذيك الحال هكاك ولكن ملي وصل زاد فيه عاد يسبان عاد فيه قوة الكذوب كيكذب بزاف عاد إلا لقى شي حاجة من الناحية ديال الشوط في الدار كيهزها ما كيخليهاش وكيعاود يحلف كيقول لك راه ما هزيت والو ما شفت والو شحال عندك وليدات ام ياسر؟ عندي جوج عندي هو الكبير والبنت عندها 11 عام. البنت مزيانه؟ مزيان الحمد لله واخا هي عصبيه ولكن ماشي بحاله لا ماشي شكون اللي عصبي؟ انت ولا الزوج؟ لا انا الحمد لله ما عصبيه وكنحاول حتى الزوج الحمد لله كلنا الحمد لله كنحاولوا نطبقوا كلام الاساتذه بخير الحمد لله ماشي تقول ديك العصبيه اللي عند الدري عندنا حنا لا ام ياسر ام ياسر نعم. غادي نقول لك واحد المعلومه وانت صحيها ليا الانسان يكون عصبي هذا سلوك مكتسب يعني تناخذوه بالتربيه يعني العلماء بينوا بان غير 5% اللي كتكون من الجينات والوراثه ومقدور على اننا نتغلبوا عليها لكن في الغالب لا يولد الولد كذابا ولا غشاشا ولا عصبيا ولا عنيدا ولا عدوانيا ايوا شرحي لها ام ياسر اذا كي داير علاقتي مثلا مع الرجل من جابها يقدر يكون مثلا خالو عمو المحيط شي استاذ على العموم ام ياسر بعض المرات ما كنتابهوش الطريقه باش كنتكلم مع ولدي غير صحيه مثلا اذا كنت انا القاعدة هي أنني الطريقة باش تربيت أنني النصائح واش كدير وأنت ما كدير والو أو كتقارنوه شنو كنديروا الحوايج اللي ما كتعجبوش لأنه هو خصوصا في هذا السن ديال 15 سنة هو تيحس بالاستقلالية وبأنه مهم وبأنه ناضج ملي تيكذب عندها أسباب من بين الأسباب المهمة ديال الكذب هو عدم الشعور بالأمان تيخاف إذا تنخبي أو ملي كنبغي نوصل لشي حاجة وما كتعطاش ليا إذا تنكذب إذا الكذب عنده أسباب دابا حنا باش ما غاديش نقدروا نعرفوا بالضبط شنو عند ولدك ام ياسر بالحق شنو الحوايج اللي نديروا لا ام ياسر الحل هو تقربي ليه وتغافلي على السلوكات ديالو بالحق الا كانت هذه السلوكات تاثر على حياتكم يعني ضراتكم بزاف وكتقدر تقلق حتى البنت لان دابا بالنسبه لكم راه هو القدوه ديالها
حتى ناحية العنف كيعنفها وكيقول لها راه غنجي لك غنفع لك وكيتعصب عليها بزاف. وهاد السنة كان خاصو يكون 6 ساعة ودوبل لأنه كيتعاطى بزاف التليفون كي حياته هي التليفون خاصو هو يركز مع التليفون. إلا قلت ليه متليكاش ديال ما خاص كلشي الناس تيقول لك خبر راه كيغوات كي لا خلوني بحالي أنا كل غير مات أنا كل غير زرت ومن ياسر من يسير هذه العصبية يعني كاين الموتير يعني كاين الاستفزاز طريقة الهضرة باش كتهضري واش دائما انت مبتسمة دائما فرحانة في الدار متقربة ليه متفرغي ليه كاين تقرب للأب ديالو تعطي قيمة كتعطيو وقت لبعضياتكم كتجلسوا كتهضروا أو كتحطموه كنضحكوا مع بعضياتنا با كيتعامل معاه كأن كيعطيه نفس العمر كيضحك معاه كيتمسح معاه ما كنضربوش هذيك ديال الضرب ما كايناش من الصور اليومين هذا ما كايناش الضرب. أم ياسر غتشوفي شي مركز 15 سنة مراهقة دابا قالت لك من الصغر دير وقت المراهقة دابا أم ياسر إلا كانت يعني ضرك مقلقك بزاف هاد السلوكات ديالو شوفي شي كوتش حداك غير حس انا خفت على التفاقم يعني شنو هو العواقب ديالها من هنا لقدام يعني لا لا ما تخافيش لا دائما ام ياسر حنا الدين ديالنا ديال التفاؤل تفاؤلوا خيرا تجدوا عمرك ما تخافي ام ياسر علاش؟ حيت انت باغيه الخير لولدك الله سبحانه وتعالى راه وعدك ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا دائما حنا تنتفائلوا خير ولكن كنحسن من ذاتي كنحسن من الطريقه ديال الكلام ديالي الا كانت امكانيه شي مركز حداكم شي كوتش راه غير جلسه وحده وبحال هذه مساله بسيطه لان في المراهقه تفك بسهوله ام ياسر غير ما تهوليش المشكله ماشي شي حاجه كبيره. مرحبا ام ياسر مرحبا ام ياسر شكرا لكم مرحبا بك الى اللقاء. ويا ما وليدات كانوا مجهدين في الصغر في المراهقه وتهدنوا واش مرحله النضج اسد جمال الدين سيدي فين ممكن حصروها شنو هو السن يعني اللي ممكن نقولوا انا الولد راه عقلو انه تقن انه بدا كيخمم ويفكر ويخطط دابا حتى هذه المراهقه راه كاين اللي تيقول لك ايوا في الاسلام كاع ما كاين هذه المراهقه اما الصحابه مع النبي عليه الصلاه والسلام هذاك لا نعم مقبول تهو نعم. لكن حنا بالنسبه لانس خادم ديال النبي عليه الصلاه والسلام خدم عنده 10 سنين كان ما بين 8 سنين و9 سنين كان عنده نعم. يعني دوز المراهقه عند النبي عليه الصلاه والسلام نعم اش كيقول؟ قال لك عمرو ما قال لي شي حاجه قبيحه النبي عليه الصلاه والسلام بل اكثر من هذا عمرو ما قال لي علاش درتي هذه ولا علاش ما درتيش هذه هذه قاعده ديال التربيه شوفي التربيه هذه قاعده ديال التربيه المعلم الاول نعم. وبالتالي انا تنعلم الطريقه الاولانيه بالنسبه للمراهقه يعني احنا قلنا كلمه رهقه يعني اقترب الى النضج نعم. تماما هذا هو اللي مهم هذا النضج هو بالنسبه لي انا تنفهم وحساس الملاحظات كثرة الملاحظات ودير خصك دير ما خصكش دير تحس بان عليه ضغط وهو خصو يثبت الذات نعم هذاك اثبات ذاتي يولي اصطدام بدون مراقبه بدون رقيب بدون كوير بدون هضره بدون شنو مطلوب مني؟ اسئله شنو مطلوب نعم. مني؟ شنو؟ القرب الحب نعم الابتسامه التغافل نعم. تصيد الايجابيات نعم. وخصوصا اذا كان ولد الاب الدور ديالو حيت هذاك التغافل ربما بعض الاباء كيقول لك راه الا تغافلت راه غتوقع شي كارثه في هذه المرحله نحن حسب الموضوع حيت المراهقه ديال اليوم راه ماشي مراهقتنا استاذ جمال الدين سديد وماشي مراهقه هاد يعني هاد الزمن يعني اللي تكلمت عليه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام يعني راه حنا في تطور والدماغ غادي وكيتطور والغزو دابا ديال الدنيا وديال التكنولوجيا غادي وكيتطور ولهذا لا تكرهوا ابنائكم على طباعكم فقد خلقوا لزمان غير زمانكم إذا أنا ندير معاه الصداقة وأنا نطور راسي أنا نحسن من ذاتي نعم. واش كتقرا واش كتشوف فيديوهات باش تطور تشوف كيفاش كيفكروا دير راسك بلاصتو أنا نبغيك غير يكون صديق ديالي صاحبو والإنصات الإنصات الإنصات على الأقل نعرفوا شنو بغى يقول ولا تصدر أحكاما ولا تصدر وهي مرحلة وغادوز بسهولة وسلام وسلام نعم خاصك تشعروا نعم بأنك كتبغيه حيت ولدك نعم فقط حنا هاد الضغط القرايه كلشي بغى ولادو علوم رياضيات كلشي بغى ولادو يكونوا اطباء كلشي بغينا الولد وشوفوا على الاخلاق صالح شوفوا الاخلاق باخلاق انا راقي وحنا هاد الازمه بحال المدرسه المغربيه كاينه ازمه اخلاق الحاجه الاولانيه الاساسيه اللي خصنا نبداو نتغدوا ملي تحطوا الماكله حطوا شي طبق مكتوبه فيه الحب نتصاحبوا مع بعضياتنا الصدق الصدق هاد الصدق وبالقصص ونتقرب نقول ليه تنبغيك كيف اللي انت كيما انت كنحترمك كيف اللي انت تنقدرك كيف اللي انت وكنحترم الافكار ديالك راه حتى واحد فينا ما تيعرفش الحقيقه نعم هذا التقبل
سترى عجبا، الحب يخلق المعجزة، كذلك التربية تساوي الكرامة. هذاك الحرمان وذاك الضرب وكنسميوه حشيان الهضره ابدا غير مقبوله. الترهيب راه انسان عنده شخصيه تيبغي، وحنا قلناها بين الحوايج اللي كيتقاسوا كيجعل الانسان يغضب ويتوتر هو تقدروا تحبوا شعروا بالانتماء ليك، تحسوا بالمسؤوليه، اذا اعطيه الاختيار اعطيه الحريه، وكاينين الضوابط الطريق انا وقتاش كنتدخل وبصرامه بين قوسين شي حاجه اللي كتقيس القانون ما تنسامحش فيها والحي واللي كتقاس حرمه الله لا نقاش. من غير هادو كلشي كلشي الامور توافي. واخا سيدي فاطمه من مكناس صباح الخير. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا حبيبه صبحكم مبروك علينا وعليك. باش ما سمنيتي لاله فاطمه؟ مرحبا ان شاء الله. مرحبا لاله فاطمه. السلام عليك خطيكم علينا. مرحبا بلاله فاطمه تفضلي. الله يسهل عليك استاذ، بغيت نتصور معك على واحد الوليد عنده 30 سنه في عمره. عطيها غير المخدرات وما كيتفاهمليش مع خوتو، ما كيتفاهمليش مع باه، ما يهضر مع سمع واحد، ياكل بوحدو يشرب بوحدو، دخل بالعنف خارج بالعنف. ما فهمتش شنو ندير له اختي، ولا اله الا الله محمد رسول الله. الاب بغيت الدكتور يشوف شنو دور الاب، دار شي محاوله؟ دور الاب اش كنقول لك استاذ، دور الاب ما كيهضر لا معايا، ما كيتكلم معايا، ما كيتكلم مع الدراري، ما والو. مزيان، نحيدوا هذا الاب، نشوفوا شي اخ عندك لاله فاطمه، خالك. خوتي يا سيدي ما بحال وجهك. خوتي الله يعمر بك وبهم. ولكن الحمد لله بخير عليهم، في دماغهم زوينين، في التصرفات ديالهم زوينين، ماديين معنويين كل شيء زوين عندهم. واش معاونينك؟ لا يعني تدخل شي واحد فيهم؟ ما كيتدخل حد معايا سيدي. عمرك طلبتي؟ كيشوفوا هكا كيهربوا منه هو براسه، كيقول لك ما نديروش راسنا فيه، ما نديروش هذا، ما تيبعدوا لي منه بزاف. شي جار صالح؟ انا ملي كيشوفوا هكا وكيسكر وكيغوت وداك الشيء، ما واحد ما كيتخز عنده. خش انت كي داير علاقتك معاه؟ علاقتي معاه انا كيحترمني، انا كيقدرني، كتجيش من حيث كنهضر معاه كيسمع لي. مزيان لاله فاطمه، اذا كتجيش لحظات يمكن تجلسي معاه. ملي كنجلس معها استاذ كنقول له ولدي خصك دير مستقبلك وخصك دير ودير ودير، وانا ما غنعيش لكش ديما، وانا غادي نموت، وانا غادي باش دير شي حاجه في مستقبلك ودير وليداتك، كيقول لي من بعد ماشي دابا. لا فاطمه، هاد الجمل غير مقبولين، ما غيقبلهمش منك. هو في هاد الوضع ما كيقبلش النصيحه، لان ولدك دابا في واحد الدائره كنسميوها دائره عدم التحكم. اما كيقول السبب هو الاب ديالي ولا الحومه ولا الدوله، ماشي في دائره التحكم هي اللي خصنا ندخلوه ليها. خصو يقبل. انا كنطلب منك لاله فاطمه، خذي بشويه الوقت ديالك، حتى 10 ايام 15 يوم باش دوزي ليه. وانا تنبغيك انت ولدي، واخا دير اللي بغيتي، الا بغيتي شي مساعده راه كيمكن يكون شي حد يقبل انه يمشي عند شي حد اخصائي نفسي ولا ربما غير الكلام. في البدايه ما تجيش للدواء، في الاول غير الكلام باش نشوفوا الدرجه واش ممكن يستوعب، لان تيكون الانسان كيقلب على الاعذار. هذيك الاعذار. نعم لاله فاطمه. انا استاذ كنمشي وكنعنقو، واخا تبارك الله كبير قدو قداش، راجل راه عنده 30 سنه في عمره، تنعنقو ونبوسوك وتنقول له ما عنديش من غيرك غير انتوما، وانا عندي غير وليداتي هما اللي كنترجى، وانا عندي التقاعد ديالي هما وليداتي، وانا هذا وانا هذا، ما تيسوق ليش. لا خص اذا الواسط. ما كيعمرش دماغه يمكن بهذه الهضره، ولا ما نعرف، كيقول لي هادشي كتعاودوا غير ليا، كطبخ لي دماغي نهار، هذا النهار كتقول هذه الهضره وغدا كتقول هذه الهضره. ما غيقبلهاش غادي، دابا غير كتزيدي تكبري له هو. واش عنده شي عندكم في الحومه شي صديق؟ واش نقول لك اسيدي، انا العمل ديالي تنخرج بكري وندخل معطله، ما كنشوف زعما لا مع من كيتمشى ولا مع من كيهضر ولا. حيت حنا دابا حنا علاش كنوجدوه؟ باش يقدر يمشي عند واحد الوسيط اخصائي نفسي ولا شي كوتش يكون قريب ليك. خص شي واحد يقنعو، خصو هو يبغي، ان لما كانتش الرغبه ما كاين والو. لاله فاطمه غتاخذي الوقت ديالك، تستغلي شي جلسه زوينه بينك وبينه، قولي انا تنبغيك لداتك، ما تنصحيش. ابدا تقولي انت وحنا عوالين عليك وداك الشيء، هو مغيب، العقل ديالو مغيب. في اللحظه اللي ممكن تكون تقربي ليه ولا ممكن تدوري معاه وتهلاي فيه، عنقيه، اعطيه الشهوات، اضربيه على واحد 10 ايام كتشوفي فيه لانه ولدك، ما كتشوفيش السلوك. بحال هكا كيطلب لي استاذ، كيطلب لي داك الشيء كثير، كيطلب لي غير 100 درهم، 4000 درهم، بزاف كيطلب لي داك الشيء على فوق السيطعه ديالي. لاله فاطمه انت باقي كتركزي على المشكل، دابا حنا بغينا الحل.
بغينا هذا الولد يقبل يمشي عند شي حد. شنو ندير؟ ما نهضرش انا بهذا اللي دار اللي طلبها نديرها لي في هذا الاسبوع. نعطيها له. تعطيها لي وتقربي وكلام زوين معاه بلا ما تنصحي. ما نصحش. ما تنصحيش وقول لي الا بغيتي راه كنعرف واحد السيد كي هي سير قال لي جرب انت. جرب واش نقدروا نخرجوا من هذا الوضع اللي انت فيه. حيت انا كنبغيك وانا عارف كنت واعر وفكري في شي مواقف كان فيها بخير وعلى خير. قلبي لازم هو في الارشيف ديالكم شي انجاز كان رائع فكري فيه وانا تنبغي. ودابا كان استاذ دوز السجن تما خرج لي معقد. شوفي لالا فاطمه اسيدي ان مع العسر يسر يرحم الوالدين. يستحيل تكون شي مشكله ما عندهاش حل هذا رب الكريم انت الرحمن الرحيم ولكن تديروا الاسباب وكانها كل شيء وتتوكلوا على الله كانه كل شيء. انت تقربي لي هذا 10 ايام وقول لي غنمشيو نجربوا شي حد وراه ربي غيجيب التيسير. الله يسهل عليك. غير نزيدك حاجه وحده تكون عندك قوه الاعتقاد انه غادي يتشافى والايمان تكوني واثقه بين علاش حيت انت غنسولك لاله فاطمه وجاوبي بلا ما تفكري واش باغا الخير لولدك. معلومه استاذ. والله اش قال لي ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. القلب بنادم كيتحرق على وليداته ما يتحرق ما والو راجل ويكون داير مستقبل لاله فاطمه اسيدي الله كبير راه ما غيتخلى لكش على ولدك. رجاء في الله اسيدي رجاء في الله. الله يستر ليك والله يفكها في وجهك. وعندي حل واحد اخر استاذ الله يسهل عليك. اييه جيب لي عندها 18 سنه يسهل عليك كتقرا لي مزيان وذكيه وظريفه وثقيله وماشي من ذاك التسجيل ماشي من ذاك البنات الخفاف ولكن هذا العام ما بغاتش دير لي راسها في القرايه. غير التليفون. لاله فاطمه التليفون اسيدي كيمكن تكتبي بالستيلو والورقه. ما كنكتبش انا ما قريتش استاذ. كاين شي حد معاك في الدار؟ كاينه غير هي. دابا كاينه هي؟ كاينه هي في الدار. قولي ليها دابا كتسمعنا؟ لا انا هي دابا في المدرسه وانا في الخدمه. انت في الخدمه ما كاينش حداك شي واحد يعقل على السميه. غنقول لك واحد السميه جوج كلمات تعقلي عليهم. على مولانا يلا. إيريك توماس. إيريك توماس. إيريك توماس. شوفوا اليوم وسالت القصه. إيريك توماس. غير قطعي وبقاي إيريك توماس إيريك توماس إيريك توماس إيريك توماس إيريك توماس إيريك توماس. ما تقولي ليناش بسلامة باش ما تنساش. إيريك توماس بقى قارطة في إيريك توماس. تا بسلامة قولها بإيريك توماس. يلا يلا إيريك توماس. يلا إلى اللقاء إيريك توماس. نهار كبير هذا النهار اللي تلاقي فيه. أنت غتنسيها لالا فاطمة. عافاك إيريك توماس. إيريك توماس. إيريك توماس. إيريك توماس. شكرا فاطمة مكناس. شكرا حبيبة الله يخطيكم. شكرا. شكرا 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 على هذا الحب وعلى هذا القلب المهمات. انا غادي نعطيك واحد هذا ربما لاله فاطمه باقي كتسمعينا. إيريك توماس. إيريك توماس نقول لك القصه ديالو بعجاله. إيريك توماس تيقول للناس اش كيقول؟ اعطوني الاعذار اللي اكثر من الاعذار ديالي. انا قررت نكون مليونير. انا الام ديالي تزوج هي باقا شابه. أيه؟ ما عارفه شنو هو الزواج. باقا بنت 17 سنه. أيه؟ ماشي زواج شرعي. انا الاب ديالي ما تنعرفوش الى يومنا هذا. أيه؟ والام ديالي ولدتني وهربات. أيه؟ لا اب ولا ام لمن نحكي. كاينه اغنيه ديال احكي له. هذه أيه؟ الاولى. أيه؟ والحاجه الثانيه كنت كناكل من القمامه من الزبل كناكل ما عندكمش عذر راه وليت مليونير. يلا. انا خصني نكون في دائره التحكم. الطموح ديالي والصبر ديالي والجديه ديالي بيدي الهدف القرار قراري العقل ديالو المخطط ديالو راه شي كله انا صنع الله فيها طاقه خاصها تخرج هالدافع انني نكون مليونير ونغير الوضع اللي انا فيه بيدي. إيريك توماس. إيريك توماس شحال تكون في عمره باقي عايش ولا باقي عايش؟ هذا تقريبا شي 80 عام تكون. لا 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 ما وصلش 60 عام. 60 عام ولا غير 60 عام واخا نصغروه. إيريك توماس. إيريك توماس طيب. إيريك توماس بمعنى الانسان ما عندوش لكي يتميز قوة الإرادة. اما هذا دار ليا وهذا هضروا فيا وانا ماما وانا باباتي يتهلا في اختي ما تيتهلاش فيا وانا الحومه وانا ما لقيتش الخدمه والناس عرفتي راه في راسك تخرجوا وما خدموش. ما عندكش عذر صافي يمكن ان اتغير. قوة التغيير ابدا من اليوم والابتسامة من الان من الان من هذه اللحظات من هذه اللحظات. جمعة مباركة علينا وعليكم الصحة والعافية استاذ جمال الدين. مرحبا سديدي.